لو بتشرب قهوة على الريق فانت بترتكب غلط كبير جدا في حق معدتك، في حق القولون بتاعك، وكمان في حق معدل الحرق عندك. هتقولي ما في ناس عايشة طول حياتها بتشرب سجاير وبتشرب قهوة على الريق وزي الفل. احنا كلنا مش زي بعض. بمعنى ايه؟ ان انت عندك المعدة بتاعتك فيها بطانة، البطانة دي سمكها بيختلف من حد للتاني. في ناس بتفضل تاخد مسكنات وتفضل تشرب قهوة وتاكل اكلات دسمة وعمرها ما تعبت ولا جالها حموضة ولا ارتجاع من الريق، لكن اغلبيتنا بطانة المعدة دي سمكها مش بيكون كبير، فمع الوقت هتلاقي جالك ارتجاع مريء لان الكافيين بيرخي عضلة المريء وفي نفس الوقت بيزود عندك حمض المعدة. فمع الوقت لو انت بطنت المعدة بتاعتك مش سنداك هتلاقي ان انت بدأ يجيلك ارتجاع كتير، بدأ يجيلك حموضة، في ناس لا قدر الله بيوصل معاها قرحة المعدة. القولون العصبي عملوا دراسة ولقوا للناس اللي بالفعل عندها قولون عصبي اللي هم 70% من الشعب بتاعنا يعني بيزيد عنده الهجمات او المغص بتاعته او الألم بتاع القولون العصبي لما يكونوا بيشربوا قهوة بمعدل كبير او بيشربوا قهوة اول ما يصحوا من النوم اللي هو بالاخر بتكون اول حاجة دخلت عندك الجهاز الهضمي. فدي اول حاجه ان انت تشرب القهوه يكون بعد وجبه، يعني لازم تاخدها على معده فيها اكل، ما تكترش عن كوبايه لكوبايتين في اليوم، حاول تخلي ما فيش كوبايات قبل النوم ب6 ساعات، يعني اخرك تكون قبل النوم ب6 ساعات، لان لو انت بتشرب كوبايه قهوه بالليل قوي قبل النوم جوده نومك فعلا هتبوظ. بعد كده ما تجيبش اكياس القهوه اللي بتكون فيها كريمر وزيوت مهدرجه، لان مع الوقت خاصة بقى انت في الثلاثينات في الاربعينات في الخمسينات دي حاجات هتزود الالتهابات في جسمك وهتجيب لك مشاكل. الاحسن ان انت تجيب قهوة تكون متحمصة قدامك في محمصة وتعمل التوليفة بتاعتك من اي انواع بن بقى انت بتحبها، وطبعا كل ما كان البن افتح كل ما كانت نسبة الكافيين فيه اعلى، وساعتها البن فعلا هيفوقك فمش هتحتاج تشرب اكتر من كوباية او كوبايتين في اليوم. طبعا القهوة محدش يختلف ان هي ممتازة جدا، ان هي مضاد اكسدة مضاد التهابات، وان هي فعلا من الحاجات المثبتة علميا ان هي بتحمي من السرطانات. كمان هي لو اتشربت بتقنين فهي فعلا بتحفز معدل الحرق عندك، بتحسن المود، بتنبهك، لكن ليها برضو اثار جانبيه لو انت استهلكتها بشكل خاطئ.